الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الرسل أجمعين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار، وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائنا المتجدد دائما من برنامجكم المسلمون يتساءلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الصحة والتوفيق والستر، اللهم أمين. يقول شيخنا الخطيب: يا رب أرسل على أعداء مصر صاعقة من صيب فضلك، لا تبقي ولا تذر، واسلبهم الحلم والإمهان، إنهم آذوا عبيدا إذا زلوا لك اعتذروا. اللهم أمين يا رب العالمين. بداية كلمنا في الأسبوع الماضي عن العبادات الغائبة، لكن النهاردة حدث تاريخي لابد أن يتكلم الإنسان فيه وأن أتكلم فيه، لأنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن أترك هذا المقام وأتكلم في غيره وأتحدث في غيره. مقام الأم مقام شريف، وأستنهز الفرصة على الهواء مباشرة إلى كل من يسمعني الآن من أمهاتنا الأعزاء، من أمهاتنا بارك الله فيهم. وجهوا التحية إلى أمي وإلى أم شيخي شيخ يسري وأم شيخي شيخ محمود، وإلى أمهاتنا جميعا أقول لهم كل سنة وحضركم طيبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، اللهم أمين، وفي أمهات مصر وفي النساء أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة النبي المختار، وأن يجعلنا نقف على حوضه ونسقى من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين يا رب العالمين. فتحية طيبة واجبة لكل أم، وخاصة إلى أمي هذه التي تقف دائما بجواري، هذه التي تقف دائما وتكون سندا لي. وأقول في هذا اللقاء المبارك: الوقوف مع الوالدين، كيف يقف الإنسان مع الوالدين، والأداب مع الوالدين، أداب الوالدين. وهذا العيد المبارك، الأم لا تحتاج إلى عيد، بالمناسبة الأم لا تحتاج إلى عيد بمفرد، يعني مش يوم كده نحدده، لا، ولكن من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من باب تذكرة لمن نسي، لمن لهته الدنيا، لمن سيطرت عليه الدنيا وشهوات الدنيا سيطرت على قلبه وعقله فأغلقت نوافذ العطاء، فيأتي يوم من هذه الأيام يذكره بأن له أم هي التي قامت وتعبت. أما الأم والأب لا يحتاجان إلى يوم معين، الأم بالذات لا تحتاج إلى يوم معين، هي على طول العمر إلى يوم أن تموت أنت واجب عليك، بل وفرض ديني فرضه الحق سبحانه وتعالى على الإنسان أن يقوم في خدمة الوالدين. الله سبحانه وتعالى قال: ربنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظروا أيها السادة الأماجد إلى قول الحق سبحانه وتعالى حينما يتحدث رب العباد: وإذا تحدث المولى اعلم بأن الأمر للوجوب. قال الله: وقضى، أي فرض وأحكم وأوجب. من؟ الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الأمر بالوحدانية. انظروا كيف يقارن ربنا سبحانه وتعالى بوحدانيته المتفرد بالوحدانية جل في علاه الله، ثم يبين منزلة الوالدين: وبالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما هذا الجمال الإلهي، قيمة عالية سامية. أتدرون لماذا؟ أمرنا الله وقرن الحق سبحانه وتعالى بين التوحيد وبين الوالدين، لأن الوالدين يا سادة وبالذات الأم هي التي تعبت وحملت وأرضعت وصهرت وفطمت هذا الابن وقامت على رعايته وحمايته من كل ما يؤذيه ويؤدي للضرر به،
الأم أرحم به، ولذلك الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم هذه الأم، ولذلك يعني أحد مشايخنا قال لك، كان دايما أحد الصالحين يقول الناس الطيبة، يقول لك اللي ما عندوش أم حاله يغم، اللي بلا أم حاله يغم. ده حقيقة. ماتت التي كنا نرزقك من أجلها، اعمل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفين؟ في سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تأتي الآيات القرآنية إلى رسول البشرية وإلى البشرية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة أف مكونة من حرفين اتنين، أصغر كلمة، كلمة أف يعني ما حد يكلمك تقول أف، هذا الهواء الذي يخرج حرمه ربنا أن يتحدث الإنسان إلى الولد، ما بالك اللي بيضرب يا مولانا، واللي بيأذي، واللي بيشتم، واللي بيسب، واللي وضعهم في دار مسنين، واللي خلتها كتبت له المراس وبعد كده طردها في الشارع، واللي خلتها عملت مش عارف ايه، واللي الى غير ذلك، واللي يفضل الزوجة على الام الى غير ذلك من هذه الامور. ده ربنا قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، طب اعمل ايه؟ وقل لهما قولا كريما، مش كده بس، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. اسألوا اليتيم اللي من غير أم أو أب، اسألوه، قل له حالك عامل إيه؟ قل له سلامات، زي حالك؟ تلاقيه حزين. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعال شوف سيدنا النبي، هنروح بعيد ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا النبي قال الله في حقه، وهو قال أدبني ربي فأحسن تأديبي ولتصنع على عيني، لسيدنا موسى، والله صنع رجالا، وسنتحدث إن شاء الله في لقاءات. شو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب، كما أخرج الإمام البخاري ذلك في صحيحه، أن سيدنا ذهب لزيارة أخواله بني النجار، يذهب من مكة إلى المدينة 450 كيلو أو 405 أو ما يزيد عن 400 كيلو، يذهب، ولما يعود هو وأمه يشتد عليها المرض، فيدفنها الحبيب وهو لديه 6 سنوات قرب مكة، منطقة تسمى الأبواء، فيدفنها النبي بيده، ويبكي الحبيب بكاء شديدا، بكاء مر، ويستأذن الحبيب في فتح مكة ربه أن يقف على قبرها، فيأذن له الحق سبحانه وتعالى، ولكن لم يأذن له بالاستغفار، فيقف الحبيب على قبر أمه يبكي بكاء شديدا حتى بكى الجيش، وكان عددهم 100,000 جندي يا سادة، يبكي سيدنا النبي، يبكي، يحب الأم. والله وتالله وبالله آه آه لمن غضب لمن غضبت الأم عليه، أو غضب الأب عليه، أو غضب الوالدين. حبيبنا يقول فيما جاء في الصحاح، أخرجه الإمام البخاري ومسلم، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. سيدنا النبي يقول فيما أخرجه الإمام البخاري عن رواية من سيدنا ابن مسعود، قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين، أو دعوة الأم على أمي. إيه؟ إيه هذا؟ معنا اتصال، الحاجة أميمة. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. كل عام وكل أم في مصر بخير إن شاء الله، وربنا يخلي كل الأمهات الموجودة ويرحم كل اللي توفى. اللهم آمين يا رب. معلش أنا مش هبعدك عن الحلقة كتير، بس عندي سؤالين ربنا يجازيك خير يعني ويجاوبني عليهم أو كده. الأول؟ الأول أنا جوزي توفى هو وابني في حريق في المنزل بتاعي يعني أو كده، والاتنين توفوا، وأنا عندي حالة من يعني مش عايزة أقول لحضرتك لا مبالاة، إن الناس يعني ما
مش عارفة، حاسة ان الدنيا فضيت حواليا، حاسة ان الدنيا كلها فضيت حواليا، مش عارفة اعمل ايه. هقولك تعملي دلوقتي. والسؤال التاني، انا ليا بنت حضرتك كانت موجودة برضو في قلب الحريق، انا عايزاكم كل الناس تدعي لها والنبي. انا يا ما شلتيش غيرها بمعنى اصح، وهي اللي شلتي في الدنيا كلها، وانا يعتبر عايشة عشانها. عايزة كل الناس تدعي لها، بنتي بتموت، عايزة كل يعني كل الموجودين قدام الشاشة يدعوا لها، لانها في حالة خطيرة جدا في المستشفى، وربنا يجازيكوا خير. ولو سمحت كنت عايزة رقم تليفون حضرتك، يعني هستشير حضرتك في حاجة، بس انا محروجة اقولها على التلفزيون. حاضر يا فندم، خديه من الكنترول ان شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى وكل مشاهدي من ورايا، أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام المباركة أن يشفيها شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نتوسل إليك بنبي الرحمة يا رب العالمين، أن تشفيها وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. يا نبي الرحمة سل الله لنا يا رسول الله، اللهم أمين. أستاذة سمر. أستاذة سمر. أيوه. ألو. أيوه أستاذ. تفضلي. ألو. تفضلي. بقول لك أنت عامل إيه الأول؟ إيه؟ وطي حضرتك التلفزيون وكلميني التليفون. اتفضلي. انا الحمد لله والله كويس، اتفضلي. الصوت مش واضح، استاذن حضرتك بس وطي التلفزيون وكلميني وتابعينا ان شاء الله. ام وليد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. كل سنة وانت طيب، وكل الأمهات في كل الدول كلها، المصرية والعربية في أي دولة، كلهم كل سنة وهم طيبين. كل سنة كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة وحضرتك طيبة وجميلة. وأسأل الله ومن كل بنت فضل. إن هم يعني يروحوا يشوفوا أهليهم. حاضر، ده رسالة عالية والله. بعد سماحك ليه ثلاث أسئلة. اتفضلي يا أمي. تفضلي. اول سؤال، اما نيجي نقول اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله، ام ولا نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله؟ طب انا اسالك انا بقى سؤال دلوقتي، ممكن؟ اتفضل. لو انا داخل دلوقتي مثلا، على سبيل المثال، على سبيل المثال على الوزير بتاعي، هقول له ايه؟ هقول له حضرتك يا دكتور كذا، ولا اقول له يا معالي الوزير؟ ها؟ مثلا الوزير يعني؟ اي سبيل احنا بنقول كده مثلا. اقول له يا معالي الوزير. أيوة مثلا. صح؟ يا استاذ. طب ينفع سيدنا النبي الحبيب المحبوب الذي كان سيدنا حسان بن ثابت يقف له اجلالا واكراما، والنبي قال لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم، فوقف ثم أنشد قائلا قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن كان ذا عقل وبصر يرى هذا الجمال ولا يقوم. في الصلاة وغير الصلاة سيدنا محمد على طول كده. احنا في الصلاة. في الصلاة وغير الصلاة سيدنا محمد. أيوة. طيب السؤال الثاني يا شيخ. قولي يا أمي. قولي. ما هي الأسماء التي ذكرها سيدنا آدم وما ذكرتهاش الملائكة؟ أسماء. حاضر. والسؤال الثالث، أما بنيجي في أذان الفجر، إحنا بنقول مع الشيخ لما بيدن. طيب لما بيجي يقول الصلاة خير من النوم. من النوم. حاضر. تقولي ايه؟ من النوم. حاضر. بنقول حاجة ولا بنقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاضر، كلام مظبوط. اشكرك يا جدا يا حاجة ام وليد. ام طارق. الو. طيب، اولا تحية واجبة ايضا الى كل الامهات زي ما ام وليد قالت، وتحية الى ام كل شهيد. حقيقة موقف تأثرت به لما شاهدت سيادة الرئيس الآن، كأم شهيد كانت تتكلم معه وهي تبكي ويمسح الدمع، أقول لها لا تبكي، الشهيد في جنة الخلد يتمنى أن يعود مرة ثانية
ولنا في ذلك قصة سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام. سيدنا عبد الله بن حرام لما استشهد وأتى وكان لديه عيال، فسيدنا جابر أخذ يبكي والحبيب واقف، فيقول له: يا رسول الله، ترك دينا وأولادا. قال له: يا جابر، أتدري ماذا فعل الله مع أبيك؟ قال له: ماذا يا رسول الله؟ قال الحبيب له: والله ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك. أي بغير حجاب، كيفية لا يعلمها إلا الله، بغير حجاب، بغير حجاب. فقال له: تمنى يا عبدي. قال: أتمنى أن أعود فأقتل فيك ثانية. قال: سبقت كلمتي أنهم لا يرجعون. ثم تلا الحبيب قول الحق سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أم وليد وجهت رسالة وأنا حاسس بيها، الرسالة بتاعتها بتقول: يا ريت كل بنت تزور. دي رسالة قوية جدا جدا جدا، والله رسالة عظيمة لكل بنت ولكل أسرة هي مش عاوزة تجرحها. شوف، هي الأم حريصة على إيه؟ مش عاوزة تجرحها. هي لو بتسمعني البنت، بنتها الآن أو أي بنت في هذا اليوم الجميل، تذهب إلى الأم وتبوس إيدها، تبوس الإيد. أي والله، ده أنا أقول لكم قصة جميلة دلوقتي، ببركة الأم وببركة الوالدين تكون مستجاب الدعوة. الرجل يأتي ويحمل أمه في الطواف ويتكلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا خير خلق الله، حملت أمي في الطواف، أوفيت حقها؟ قال له: لا، ولو طلقة من طلقات الولادة. السؤال الأول بتسأل، بتقول: يا مولانا، ما هي الأسماء التي ذكرها آدم ولم تذكرها الملائكة؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال، شوف الملائكة لم تستحي، قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله علم آدم جميع الأسماء، أسماء الطيور وكل الأسماء والأشجار وغير ذلك، جميع الأسماء. فالملائكة كانت تعلم أسماء ولا تعلم أسماء، فلما أخبرهم آدم عليه السلام بهذه الأسماء علمت الملائكة، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبئهم بأسمائهم كانت الملائكة في هذا المقام لا تعرف هذه الأسماء، فلما علمت هذه الأسماء شاهدوا أنه: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، كان بتسأل بتقول برضه: مولانا، أما أقول سيدنا النبي ولا محمد في مسألة الصلاة في التحيات؟ لا، أقول أشهد أن سيدنا، عندي سيدنا وسيد الدنيا والآخرة. والله الله قال لنبي دون نبي وسيدا وحصورا، والقرآن ذكر وألف يا سيدها لدى الباب، وهو صلى الله عليه وسلم ما قال كما جاء في الصحاح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. زي كان سيدا في الآخرة، ألم يكن سيدا في الدنيا؟ طب ليه مولانا يعني ما قالش هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم؟ ده تواضع من سيدنا النبي، أدب سيدنا النبي العالي الذي علم المتأدبين كيف يكون الأدب، بل علم الأدب كيف يكون الأدب صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا حسان بن ثابت، وذكرت لها هذا المقام، سيدنا النبي كان لما بيدخل كان الصحابة بيقوموا، قال: لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم. نهاهم سيدنا النبي، فدخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سيدنا حسان فتعجب الحبيب، قال: ألم أكن لكم لا تقوموا لي؟ فأنشد قائلا سيدنا حسان بن ثابت، شعر سيدنا النبي: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن كان ذا عقل وبصر، عجبت لمن كان ذا عقل وبصر يرى هذا الجمال ولا يقوم. حقيقة فيجب علينا أن نذكر سيدنا في الدنيا وفي الآخرة وفي الصلاة وفي غير الصلاة، والله أعلم. بتقول: يا مولانا، الصلاة خير من النوم. نقول هكذا قال الرسول، أو نقول وجبت، أو نسبح الحق سبحانه وتعالى، كل هذه المسميات نقولها يا أستاذة أم وليد، والله أعلم. كان برضو الحاجة أمامة كانت بتسأل بتقول: الزوج توفى هو الابن في المنزل في حريق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما برحمته وبواسع رحمته، وأن يسكنهما الفردوس الأعلى، وأن يتقبلهما في الشهداء عنده، اللهم آمين يا رب العالمين. فالولد يكون شفيعا لأمه إذا كان صغيرا، ولنا في ذلك
القصة في سورة الكهف، ولنا في ذلك قول النبي كما أخرج الإمام البخاري من رواية سيدنا ابن عباس أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: من قدم فرطين كان له شافعين يوم القيامة. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، ومن لم يقدم؟ فقال: ومن قدم فرطا؟ قال: ومن قدم فرطا يا مبارك، أي ولد. قالت: ومن لم يقدم يا رسول الله؟ فقال الحبيب: أنا فرط، أي شفيعه يوم القيامة. ولنا في ذلك: احتسبي واصبري وقولي إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. وتقولي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ودائما وأبدا أكثري من قول إن لله وإنا إليه راجعون. فإذا صبر الإنسان صبر الإنسان، الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة فيقول لهم: ماذا قال عبدي؟ أخذتم فلذة كبده وفؤادي؟ قالوا: نعم نعم يا رب. ماذا قال؟ قال: حمدك واسترجع. فقال الحق سبحانه وتعالى لهم: ابنوا لعبدي بيتا وسموه ببيت الحمد. ولنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى جوار ربه، وهو صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه فيما أخرجه أبو نعيم وأحمد والطبراني: من أصيب بمصيبة فليتعزى بي، فما بعد المصيبة بمصيبة. ولذلك لما ذهب أحد الناس ليعزي في أحد الناس قال: لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، فإذا أصبت بمصيبة وبنحلة فاذكر مصابك بالنبي محمد. أستاذ محمد، أستاذ محمد، يا باشا تفضل. عندي سؤال. نعم. عندك ايه؟ سؤال. تفضل يا باشا. اخويا اتوفى، الله يرحمه يا رب، يحيي ويرحم الجميع، اللهم امين. هو شغال في مكان، والمكان ده صرف له فلوس. وهو عنده بنت وولد وزوجة. البنت يطلع لها في المرض في الفلوس دي؟ صرف له يعني خارجة يعني، ولا صرف له ايه المبلغ؟ لا، هم صرفوا له كل 50,000. يعني هو شغال في مكان، والمكان ده صرف له 50,000 جنيه، داخل الشرط في حتة أرض بعناها نبهم منها 80,000، يبقى المبلغ كله حوالي 130. حصة البنت إيه لها مراس فيها؟ طبعا لها مراس. طيب عايز أعرف قد إيه. حاضر. وفي عندي سؤال ثاني والنبي. اتفضل. اخويا وامي ميت، يعني امي ماتت قبل اخويا. امك ماتت قبل اخوك؟ قبل اخويا. فهي اتلبنت من بناتي، قالت: يا بنتي انا زعلانه من عمي. فعايز اعرف هي زعلانه منه ليه؟ طب امك ميته وزعلانه من اخوك، انا اللي هعرف. فاصل ونواصل، فانتظرون. الحمد لله، عدنا من ذلك الفاصل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أمين يا رب العالمين. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الأم، وقلنا أن الأم ملهاش يوم معين والعيد معين، على مضى وعلى مدار السنين والأيام. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل ويسأله كما أخرج الإمام البخاري ومسلم رواية سيدنا ابن مسعود، فيقول: أي الأعمال أفضل؟ ركزوا بعد ما تصلى سيدنا النبي، أي الأعمال أفضل؟ وفي رواية: أحب إلى الله. قال: الصلاة على وقتها أو لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث ده وحديث ابن عمر رضا الله في رضا الوالدين، العلماء قالوا أن بر الوالدين مقدم على فروض الكفاية. ما هو الجهاد هو قال لك: شوف، الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. الجهاد هنا يعتبر إيه؟ فرض كفاية. إمتى يكون فرض عين؟ لما يأتي المعتدي إلى أرضنا وإلى غير ذلك، على كل صغير وكبير، ذكر وأنثى إلى غير ذلك. إنما سيدنا النبي رتبها: الصلاة، بر، الجهاد. طيب العلماء قالوا أن بر الوالدين مقدم على فروض الكفاية، لأن رضا الوالدين أو رضا الوالدين في رضا الله، أو رضا الله في رضا الوالدين. ولذلك واستدلوا أيضا بحديث
كما أخرج الإمام البخاري ومسلم وأحمد أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه الرجل فسأله فقال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال أبوك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث والنصوص والنصوص القرآنية وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وعندك وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير علأوي، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني تشرك بالله نعمل إيه؟ فلا تطعهما. طب يا مولانا أأذيهم إلى غير ذلك؟ لا، فلا تطعهما. شوف الكلام اللي جاي ده، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من هذه النصوص القرآنية. ولذلك إذا دعت الأم لو دعت أو الأب دعا للإنسان هلك الإنسان، هلك، نعم هلك. وقلت أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال فيما جاء في الصحيحين من سيدنا المسعود ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الأم على ولدها. ويؤيد ذلك قصة جريج هذا العابد الذي كان يعبد الله في صومعته، وكان يصلي، كان يصلي لله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الشاهد عندي كان يصلي في صومعته فنادت عليه أمه يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي، التالتة اللهم أمي وصلاتي، ففضل وصلى. فقالت أمه ودعت عليه اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. كلمة المومسات أعزكم الله أي الزانيات. فالمهم كانت هناك امرأة هذه وكان هناك راعي، وقع الراعي على المرأة فأنجبت طفلا، فلما أنجبت الطفل قالوا لها ابن من هذا؟ قالت لهم ابن هذا العبد الذي في الصومعة. طبعا على طول الفور الناس أخذت الفؤوس وذهبت إلى الصومعة وهدموا الصومعة دون أن يسألوا، ما دعت الناس هو يعني يعمل المشكلة ويصدر المشكلة بعد كده وبعد يقول لك إيه اللي حصل؟ هو في إيه؟ ياه عشان ياه، ويقعد يتكلم كده بأسلوب يعني يتمسكنوا فيه. طب إزاي الكلام ده؟ انظر إلى هذه القضية. فلما ذهبوا وهدموا الصومعة خرج جريج ونظر إلى الغلام ثم قال له وقال لها ابن من هذا؟ ابن من أنت؟ فنطق الغلام بقدرة من يقول للشيء كن فيكون: ابن الراعي. سيدنا النبي يعلق ويقول رحم الله أخي جريج كان عابدا ولم يكن عالما، لأنه لو كان عالما لعلم أن إجابته لدعوة أمه خيرا له من صلاته. يعني لو عندي صلاة النافلة بصليها مش الفرض، أمي بتنادى علي أسيب الصلاة يا مولانا واروح أكلم أمي؟ أي نعم، ده واجب، ده واجب عليك حتى وانت بتتكلم مع الأم والأب كلم بأدب واحترام، مفيش عنف، ما تتكلمش بغضاضة باستكبار واستعلاء وتفاخر. شوف سيدنا إبراهيم في قصة في سورة مريم يقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. انظروا إلى صدر الآية يا أبتي، عشان يديله جرعة حنان زي ما احنا بنقول شحن وتفريغ. يا أبتي في الآية بيقول له إيه؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، مش يا ابني، لا يا إبراهيم بجفاء. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له إيه؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ولذلك في سورة التوبة النقد الآية الثانية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. طب ليه يا مولانا؟ العلماء قالوا هنا في هذه الآية
قال لك لأن سيدنا إبراهيم لم ييأس إبراهيم من دعوة أبيه وأن أباه قد يستجيب له في وقت من الأوقات. يعني ما يئسي. طب ناخد إيه؟ ناخد من هنا دلالة. إيه الدلالة يا مولانا صلى الله عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الإنسان حتى لو لقى أبوه على معصية ما أو في أمر ما مخل أو غير ذلك يتأدب في النصح والإرشاد دون استكبار واستعلاء. شوف الكلام ماشي إزاي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى الإنسان دائما وأبدا يضع نصب أعينه قول النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين. ده الإنسان إذا أراد أن يدخل الجنة ولن يدخل الجنة الإنسان إلا برضا الوالدين. الدليل يا مولانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه الإمام بخاري ومسلم من رواية سيدنا ابن عمر أو ابن سيدنا ابن مسعود أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال أتفرق من النار عاوز تبعد عن النار وتدخل الجنة؟ لما الرجل بيسأله قال له بلى يا رسول الله. قال أحي والداك؟ حد فيهم حي؟ قال لي أمي. قال لها الحبيب إذا ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألنت لها الكلام وأطعمت لها الطعام. سيدنا أويس بن عدي القرني سيدنا أويس يا سيدي الكريم سيدنا أويس من قبيلة مراد وكان لديه برص. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كم سيدنا أويس بعد أم طارق يا أم طارق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. أنا واحدة أمي يا شيخ. ماشي. مفيش غير بنت واحدة بس. أمي كان لها مرض عند ولاد حالي البيت 150 متر وهم بنتين وولدين ابن خالي مرضاه وهي ايه ما يعني كانت عشان تراضي خالتي كانت مريض. وبعدين دلوقتي انا ما اديتش من 17 سنه ما اديتش يعني ما خدتش فلوس ما خدتش فلوس والبيت 150 متر ابن خالك مضاها على ال 150 متر على الورق من غير ما تعرف من غير ما تعرف. لا يا قد وقال لي انا وقالوا لي هي قلت انا ما اعرفش هما بيقولوا ده مضاها عشان تراضي خالتي كانت مريضه هم دلوقتي مريضه عندها بتاع 70 سنه ولا 75 سنه ابن خالك بتترقش وبتاخد البخاخ ابن خالي مش راضي يديني بخاخ يديها فلوس. طيب دلوقتي الحل ايه يا شيخ فيه؟ اعمل ايه؟ ابن خالك بيجي عندها ولا ما بيجيش؟ طبعا ما بيجيش. ما بيلاقيها انا قاعدين اقول سلام عليكم. حاضر. اعمل معاه ايه؟ هقول لك تعملي دلوقتي يا ام طارق. حاضر. انا عايزه اشتكيه ومش عايزه ازعله مني ولا ازعل حد مني. لا ما تزعليش. ده حق حاضر ده حق فالحق حق ان يتبع. هقول لك دلوقتي. حاج صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا حاج صلاح. ازيك يا فضيله الشيخ؟ ربنا يسترك ويحفظك. ربنا يوفقك كل سنه وانت طيب. ربنا يكرمك. اللهم امين يا رب. يبارك في عمرك. الله يكرمك. ويجعل كل اللي احنا بنسمعه منك ده في ميزان حسناتك يا مولانا. قول ربنا يسترك بس. انا عاوز ربنا يسترني. يا رب بس. ربنا يسترها معاكم ومع المسلمين اجمعين يا رب. الله ومعنا كلنا يا رب. اللهم امين يا رب. ودعوتك ليا يا فضيله الشيخ. ربنا يكرمك. لان انا مريض بقالي سنه واربع اشهر. يا رب اقول لك على دعوه حلوه. يا رب تشوف سيدنا النبي. يا رب يا رب. مفيش اجمل من كده. انا كان ليا الفضل في صديق ليا انا سبب في ان انا طلعت عمره والله. ما انت خدت زيه نصيبه برضه. الحمد لله. خدت زيه. لا تشوفه منامة ويقظة. الحمد لله. ورؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم شرف ما بعده شرف. تفضل يا عم الحاج صلاح. ليا سؤالين يا فضيلة الشيخ. اتفضل يابا. يعني ارجو ان تفتح صدرك ليا. معاك اتفضل. السؤال الاولاني هل يحتاج منا الشهيد الدعاء له بالجنة علما اللي هو في الجنة وحي يرزق؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني هل الأم شفاعة لها لأبنائها يوم القيامة؟ يعني هل أمي تشفع ليوم القيامة؟ والسؤال الأخير يا فضيلة الشيخ وده سؤال مجتمعي اللي هي المغالاة في الأفراح. أيوة. هي المظاهر الكذابة. أيوة. بنفرح يومين وبنحزن يومين ونحزن بعد كده بالحبس والغارمين. ما حكم الدين في الناس اللي هي يعني انا اسف في اللفظ اللي هم يحبوا الفشخره والانعره؟ حاضر. يجيبوا 20 جرار و30 جرار اول جرار تلاقي 3 كراتين
الجرار الثاني ثلاجه وغساله، علما ان كل الجرارات دي ممكن كل العزال ده ينحط في جرارين اتنين فقط لا غير. ما حكم الدين في الناس اللي هي بتغالي في الافراح؟ اي حاجه تانية؟ اشكرك يا فضيله الشيخ. تحت امرك حاج صالح. اللهم المستعان. الحاج محمد كان بيسال بيقول يا مولانا في السؤال بتاعه قبل الفاصل، توفت امي، توفى له اخ توفى وترك يعني بنت وولد والزوجه، الزوجه طبعا الولد له النص والبنت له التلت والزوجه لها التمن، فيقسم المبلغ ال 130 الف جنيه اللي هو قطعه ارض 80 وخرج له 50، فيقسم المبلغ عليهم بالتساوي، الولد له النصف والزوجه التمن والبنت لها الثلث ان شاء الله. كذلك الحاج حاجه ام طارق كانت بتسال برضه في نفس، بتقول يا مولانا امي لها ميراث وابن خالي 150 متر وابن خالي في البيت وابن خالي مضاها بطريقه ما، بتقول لك ارضاء لاختها. ارضاء لمين؟ لاختها. بص يا حاج ام طارق، انت تقعدي مع ابن خالك في البدايه، في البدايه كده، وتقول له يا ابني اذا كان وامك لو يعني ربنا يديها الصحه والعافيه، اذا كانت فعلا هي رضت مضت بارضائها خلاص يتنازلت عن حقها، ان لم تمضي بارضائها يعني كان غصب عنها ولا يجب على ابن هذا الخال ان يقدم لها المال، فهي اشد الان في اشد الحاجه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله، وهذا المال الذي اخذه ان كان اخذه ظلما وزورا يكون سحت، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوق به من سبع أراضين، يعني أخذ ما ليس حقه، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرد الحقوق، والله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة. ما فيش بترفعي تشوفي أمرك إلى القضاء، وننتظر قول القضاء في هذا الأمر والله أعلم. حاج صالح ربنا يبارك فيه بيقول يا مولانا هل يحتاج الشهيد إلى الدعاء؟ الشهيد يشفع في 70 من أهل، في منزلة عالية، أروحه في طيور خضر ترفرف في الجنة، الشهيد يسمع ويرى، إذا سلمت عليه رد عليك السلام، لا يحتاج منا إلى دعاء، ولكن دائما وأبدا الإنسان يدعو ولا شيء في ذلك. ادعي، ما فيش مشكلة أنك تدعي، ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا دائما وأبدا الشهادة في سبيله وفي حب أوطاننا ودفاعا عن أموالنا وأهلينا، وأن يجعلنا من الذين يشفعون لهم الشهداء، اللهم أمين يا رب العالمين. ادعو ولا شيء في ذلك. طيب بيقول يا مولانا هل للأم شفاعة يوم القيامة؟ إذا كانت الأم صالحة، إذا كانت الأم صالحة وتحب الصالحين وكانت من المقربين وفي معية الله، قد تشفع لابنها أو لأولادها ولا شيء في ذلك يا حج صالح. إذا الأم تشفع كما أخبرنا وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك طب إذا لم تكن الأم صالحة، خلاص يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آخر سؤال بيقول يا مولانا المغالاة في الأفراح هذا لا يتفق مع الإسلام جزئية ولا كلية، بل حرمه الإسلام سبحانه وتعالى، حرمه الحق سبحانه وتعالى. يعني ايه يا مولانا؟ ان انا غالي، ده شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النكاح بركه ايسرهن مؤنة، اي كلفه، بنلاقي 20 30 40 50 جراز زي ما بيقول معديين يقول لك فرح فلان، وما تيجي تطلق يجيب عربيه ولا نص عربيه في الخفاء بالليل ويستلم في المحاكم وحاكم الاسره وقصص طويله عارضه كده ليه؟ طب ما الانسان يعني يمشي براحته كده ويجيب اللي يحتاجه البيت وغير ذلك من هذه الاموال، يستثمرها انه يدخل له عائد، بدل ما اجيب مثلا عزال ب 200 300 الف جنيه، طب ليه اجيب حاجه المحتاجات المطلوبه؟ يعني بيعجبني الغرب لما مثلا يجي ياكل، حتى ياكل ثمره تفاحه كذا كذا، مش ياكله 2 3 4 كيلو؟ ما ينفعش ده، شوف ما ينفعش. الاسلام يعني اسلام دين وسطيه واعتدال، والله امرنا بالوسطيه، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهنا اقول اللهم اجعل مصر وهذا السلم والسلام والامن والامان والرضا والاستقرار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحمي شبابها وأبناءها ونساءها وجيشها وشعبها وأمنها، وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وببركة رسول كريم والله أكرم. فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم،
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وكل أم بخير وصحة وسلامة وسعادة، اللهم أمين، وسلام الله عليكم. ¶¶